كشف المستشار كرم غوبريال أسرار رهيبة الخميس 6 أبريل 2023 عن كواليس الإفراج عن الطفل شنودة وإرجاعه لوالديه بالتبني من خلال مداخلته مع الإعلامية نادية يوسف على قناة سي سات الفضائية، وقال أن المستشار نجيب جبرائيل تم خداعه، وقيل له ساعة التسليم أنه أثبته أن الطفل اسمه شنودة في الأوراق، ولكن الكل فوجئ بصدور الشهادة المؤقتة تاني يوم تحمل اسم يوسف بدلا من شنودة، وقال أنه يطمئن الكل أنه سيتم عمل شهادة جديدة لشنودة باسم شنودة واسم الأب فاروق، ولكن الاسم الثالث والرابع هيكونوا باسمين آخرين للقب والجد، ولكنهم سيكونوا مسيحيين حتى لا يتم توريث شنودة، وهذا نظام الأسر البديلة أو الكفالة. فقالت له نادية يوسف: طب هل ممكن عمل وصية تتيح لشنودة إنه يورث؟ قال لها: ده هيبقى صعب لأنها هتدخلنا في مشكلة التلت والتلتين، ولكن طرح المستشار حل للتغلب على هذه المشكلة بعمل عقود بيع وشراء لما يبلغ شنودة 21 سنة، ويسري ذلك عند وفاة الأب، ويتم توثيق هذه العقود بالشهر العقاري. قالت له: افرض إن فاروق عايز يدي شنودة ممتلكاته من دلوقتي ومش عايز يستنى لما يوصل شنودة 21 سنة. فقال لها: هتبقى هناك حلول أخرى لا داعي لذكرها الآن. وقال إن الرئيس السيسي أعلن أنه أصدر تعليماته الصريحة بتسليم الطفل شنودة لأهله قبل العيد، فلم يكن يصلح أبدا أن يتم تسليمه كمسيحي باسم يوسف عبد الله أحمد، وهو الاسم الإسلامي اللي أعطي له بشهادة الميلاد الثانية خلال إقامته في دار الرعاية. وعشان يتم تنفيذ أوامر الرئيس بسرعة كان لازم يسلموا شنودة وبعد كده يتصرفوا في الأوراق، وقال إن أهم شيء هو إننا كنا نستلم شنودة وبعد كده نحارب على الورق. أما بالنسبة لموضوع التبني فرغم إنه موجود بالمسيحية والمفروض إنه ما زال يعمل به إلى الآن حسب المادة الثالثة من الدستور، إلا أن هناك عائق نفسي، طبعا المعنى في بطن الشاعر. وأعربت نادية يوسف ساعات عن خوفها من الأوراق اللي وقعها فاروق وأمال في وزارة التضامن بدون أن يدروا ما بها، هم على قدهم طبعا في ملوش حظ في التعليم قوي، وتم منع المحامين من الحضور وقت التوقيع، وحتى المحامين مش عارفين ايه اللي وقع عليه فاروق وامال. واكد المستشار كرم ان هناك قوانين ستتغير بسبب حكاية شنودة. من ناحية اخرى اوضحت الاعلامية نادية يوسف بعد كده ان شروط الاسر البديلة والتي سيقوم فاروق وامال بتقدمها هي إحضار عقد شقة تمليك أو إيجار باسمهم وفيش وتشبيه وكشف صحة سلامة ونفسية ودورة 3 أيام تدريبية وكشف خلوهم من فيروس سي، وكشفت إن فاروق وأمال وشنودة ممنوعين من السفر خارج مصر، وقالت إنها ترجح أن تطويل أمد القضية والحكم بعد سنة بعدم الاختصاص حتى لا يكون هناك حكم نهائي، وبالتالي ما ينفعش رفع الأمر لمحكمة دولية لأن الرفع لمحكمة دولية يتطلب ألا تكون هناك أي قواضي معلقة. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات، وتعالوا نشوف بقى الحكاية المؤسفة بتاعت محمد الهادي وحكاية نسب الأطفال ليه بحكم نهائي رغم ان هم مش ولاده. قال محمد الهادي انه يرفض الاعتراف بنسب اولاده بعد الكشف عن خيانة زوجته له طيلة 11 عاما وتقديم تحاليل الحمض النووي اللي هي DNA والتي رفضتها المحكمة. المحكمة رفضت التحاليل، واستند القاضي الى قاعدة فقهية
تقتضي بإلحاق نسبهم بالأب المخدوع على الرغم من تلك التحاليل. وكانت قد ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو هنشوفه كمان شوية يظهر محمد الهادي وهو في حالة صدمة ويصرخ قائلا: لبست 3 عيال مش من صلبي، والمحكمة قدامها الحقيقة، ورغم كده حكمت انهم ولادي، والطب الشرعي قال دول مش عيالي. هتيجي هي تقف قدام القاضي وتقول له عاوزة نفقة، ويقول لي القاضي ادفع لها 1,000,000 جنيه، ادفع المبلغ لواحدة زانية، دول مش عيالي. وتعالوا نشوف الفيديو اللي بيصرخ فيه وبعد كده نكمل. لبست 3 عيال مش من صلب، والمحكمه قدامها الحقيقه، والفتوى جايلها من الازهر بتقول له انفي، معاك رخصه انك تنفي، والفتوى بتاعت الازهر معايا، وبيقول له معاك فتوى انك تنفي وما نفاش. لبستني 3 عيال مش من صلب، ده استئناف، ده استئناف. قلت لي ايه؟ بالطب الشرعي مش عيال، والمدام اللي في السجن البنت الصغيره بنت بالطب الشرعي، والفتوى من الازهر لاول مره، الازهر يبعت فتوى يقول له القضيه دي تحت ايدك، معاك انك ليه فيها رعايه؟ تعبت عن شرع يا استاذه، وقفت قدام المحكمه العام، اقسمت 4 عيدان على ابني من الصادفين، ولعنه ربنا عليا لو كنت بكذب. المفروض ده شرع، لا تقول لي دين ايه ولا تقول لي اي حاجه، خلاص خد يا امر، انت وسط في حدود ربنا. ده مش دين جديد انتوا هتألفوه، ونمشي العرقبينة زي الكلاب. هي اقول لك ايه؟ هي هتيجي هي بعد كده شهرين تقف قدام القاضي تقول له عايز نفقه، نفقه مطعم ونفقه مسكن ونفقه، ويجي يقول لي ادفع لها 1,000,000 جنيه، ادفع لواحده ثانيه بحكم نامي محكمه النقض 1,000,000 جنيه. ربنا يتم اللي انت في حكم ده، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا يتم منك. كتب المستشار أحمد عرض ماهر، كتب فيه: أتحدى كل دول العرب إصدار قانون برجم الزوجة الزانية بقانون، فلماذا نلزم قانونا الزوج المخدوع بتربية ونفقات أبناء الزنا وأن يرثوه؟ هنعرف إيه سبب الموضوع ده دلوقتي. كتب المستشار أحمد عبد ماهر على صفحته على الفيسبوك البوست ده هو: سؤال لكل أزهري، كيف تقولون بحرمة التبني بينما أنتم تأمرون زوج المرأة التي ثبت زناها وأنها أنجبت من الزنا أن يتسمى أولاد الزنا باسم الزوج المخدوع، وتلزمونه بتربيتهم والإنفاق عليهم؟ أليس هذا تبني إجباري؟ بل أنهم في هذه الحالة يرثون قانونا ذلك الزوج المخدوع حال وفاته. وهنشوف برضو الدكتور خالد منتصر قال ايه عن الموضوع ده اهو، وايه اللي خلاهم يفتحوا الموضوع ده اهو اصلا، وايه الحالة اللي ثبت فيها الزنا وتم نسب الاولاد للاب المخدوع رغم ان الاولاد مش من صلبه. كتب الدكتور خالد منتصر السبت اول ابريل 2023 البوست ده هو، كتب فيه: لو في اطفال مش اولادك بالدي ان ايه هم عيالك برغم انفك. ليه طيب؟ لان الشرع بيقول الولد للفراش وما نقدرش نخالف الشرع، بس التبني حرام لانه اختلاط انساب. وحط بعض الروابط، منها الرابط ده بيقول: أصدرت محكمة كفر شكر الجزئية حكما فريدا من نوعه برفض دعوى نفي نسب الصغير رغم تأكد الأب من نسب الصغير من خلال إجراء البصمة الوراثية DNA،
إلا أن المحكمة رفضت الدعوى مستندة إلى مبدأ أن نفي النسب لا يكون بالإحالة للطب الشرعي ولكن باللعان فقط. يعني ده بيلعن دي ودي بتلعن ده، والمفروض الزوجة تشهد 4 شهادات بالله إنه بيكذب وبيدعي عليها، والخمسة الشهادة الخامسة يعني إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالمحكمة تاخد بكده وما تاخدش بكلامه إن هو بيتهمها بالزنا. وقد أثارت قضية الزوجة التي قامت بخيانة زوجها لمدة 11 سنة وأنجبت 3 أبناء من عاشقها ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع إنكار الزوج لنسب أبنائه الثلاثة منها بموجب تحليل البصمة الوراثية دي ان ايه، مؤكدا انهم ليسوا من صلبه، وان زوجته التي تحمل اسمه وشرفه تخونه منذ الشهر الاول للجواز، وذلك اثناء عمله بشرم الشيخ ثم سفره الى دولة خليجية للعمل بها لتحسين ظروف معيشتهم. وتقدم الزوج للمحكمة بالعديد من التسجيلات التي تمت بين زوجته وعشائها التي زودته بها زوجة العشيق، ثم شهادة الشهود والعديد من القرائن الأخرى مصحوبة بالإضافة إلى تحليل البصمة الوراثية. فأصدرت المحكمة حكمها بالحبس 3 سنوات لكل من الزوجة والعشيق. ولكن المأساة عندما تقدم الزوج لمحكمة الأسرة بقضية إنكار نسب أولاده الثلاثة من زوجته مؤيدا بتحليل البصمة الوراثية دي ان ايه. المفاجأة بقى ان المحكمة رفضت اعتماد البصمة الوراثية ورفضت القضية بناء على الحديث النبوي الوارد في الصحيحين الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأن المحاكم الشرعية المصرية لا تزال تعمل بقانون نسب الأولاد بالشبه أو نسب أولاد الزنا للزوج، ورفضوا ترك الحديث وأصروا على نسب الأطفال بالشبه، وإلا سيكونوا مرتدين لإنقارهم حديث نبوي. وقد سبق لمحكمة النقد المصرية في الطعن رقم 958 لسنة 74 قضية في العام أن قالت: القاعدة المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين: أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة، ثانيهما أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه. الغريب أن حكم محكمة النقد صدر في العام 2008 في وقت أصبحت البصمة الوراثية معترفا بها علميا، ولكنه الخوف من إنكار معلوم من الدين بالضرورة، ورغم أن بعض رجال الدين وقتها قالوا أن هذا الحديث كانت له ظروفه في زمن لم يتقدم فيه العلم إلى الإثبات بالبصمة الوراثية، ومنهم الشيخ سيد زايد عضو لجنة الفتوى في الأزهر بين 3 أطفال من عمر 5 أعوام إلى عمر 11 سنة وملزم بتربيتهم والإنفاق عليهم وهو يعلم علم اليقين أنهم ليسوا أبنائه، ولو كان تبناهم من أحد الملاجئ لكان ذلك أفضل كثيرا، لأن التبني كان سيكون باختياره الحر. فما هو شعوره وما هي الأفكار التي يتصارع معها بين ما ذنب هؤلاء الأطفال وما ذنبه ليربي أبناء ليسوا من صلبه ويلزمه القانون بالإنفاق عليهم، ووجودهم معه سيذكره دائما بخيانة أمهم له؟ انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. طبعا البوست بتاع دكتور خالد منتصر ده طبعا بسبب برضو شنودة اللي مرفوض ان هو والديه يتبنوه.